بس انتبهوا معايا. طبعا المحاضرة راح ناخذها انتبهوا عليها مهدي الصعب سهلي. هسه على السكرين شير طلعت يمكم؟ تمام استاذ طلعت. زين انتبهوا معي، ايش عندنا؟ ايش مكتوب لا كونجوجيزون دي فيرب اون، يعني الافعال التي او تصاريف الافعال التي تنتهي ب ايغريغ او ار، يعني واي اي ار. ايش راح نعمل له؟ مثل ما قلنا بالمباراه نقلب الواي الى اي مع جميع الضمائر، بس مع النون بو تبقى. يعني مثلا عندنا فعل بلايه، فعل يكنس، اقول جو بلاي تو بلاي ايل بلاي نو بلايون فو بلايه ايل بلاي. طبعا ما بس هذا الفعل، اي فعل. يعني مثلا عندنا هذا الفعل نيت ويه، ايضا كان انتهى الفعل بواي بايجريك او ار او واي اي ار، وهون عندنا واي اي ار يعني ايجريك او ار. فراح نقلب الايجريك الى اي مع جميع الضمائر، بس مع النون فو ما نقلبها. فنيت ويه ايش راح اقول؟ جو نيتوا، نيتوي فعل ينظف، اقول جو نيتوا تو نيتوا ايل نيتوا نو نيتويون فو نيتوي ايل نيتوا. عندنا فعل اسوي ايضا، فعل اسوي يمسح، فعل اسوي اللي هي منتهيه بايغريك او ار، فراح اقلب الايغريك الى اي مع جميع الضمائر، بس مع النو والفو ما اقلبها. راح اقول جيسوي تو اسوي. هاي طبعا كلها افعال مجموعه اولى. زين من يقول لي شلون عرفنا اولى؟ يلا من يقول لي او تقول لي؟ سألني أن تنتهي بـ ER؟ برافو، كنت انتهت بـ OR. فايش راح اعمل؟ بس هون هي كان انتهت ب او ار اولى، بس قبل اكو الايجريك اللي هو الواي، راح اقلبه الى اي مع النو والفو، نهائيا ما تنقلب، تظل نفس الواي الايجريك. فهذا فعل اس وي اس، اذا نلفظه راح اقول جي سوي تو اس وي ايل اس وي نو جي سويون فو جي سوي ايل جي سوي. لاحظتم بالطريقه. زين انا صرفت هاي الافعال، من يقراها؟ فعل بلايه ونيتويه واسويه. حسن وي فعل بلايه، بلايه جو بلايه لا تو جو بلاي جو بلاي تو بلاي جو بلاي تو بلاي اي برافو بلاي نو بلايون بو بلاي البلاي. برافو اكسلون اكسلون. زين نيتوي رندا قيس. نعم استاذ. يلا قري نيتوي. جو نيتوا جو نيتوا تو نيتوا ال نيتوا نو نيتوي نو نيتويون نو نيتويون نو فو نيتويون فو نيتوي ال نتوي il nettoie il nettoie elle nettoie il nettoie elle nettoie. وعندنا ال ال ما مال هن ما موجودي، هاي نعرفها مال ال الجمع اللي هي هن ال نتوا ال نتوا il nettoie. برافو. زين قريبا دقيس فعل اسويه، اسويه نقرانو جيسوي. Je suis, tu suis, elle suit, vous soyez, nous, vous soyez. Randa, randa. On قول مع نو نو دي سويون نو دي سويون نو دي سويون فو سويي il je suis elle il je suis elle il je suis. Bravo. يعني لاحظوا فعل بلايه معناته يكنس، نيتويه ينظف، واسويه يمسح. يعني مثل تكون الوصل مع المسح تمسحون، هاي بالنسبه للعنصر النسائي بالبيت، فنستخدم فعل اسويه. اما نيتويه ينظف قد يجوز ينظف البيت او ينظف الصحون، يغسل الصحون. بلايه يكنس. زين نرجع، بس نحن الحكي مالنا وين صب؟
الأفعال أي فعل من أفعال المجموعة الأولى اللي تنتهي ب YER YER. إيش راح نعمل له؟ زين عائشة خالد عائشة نعم استاذ يلا عائشة زين عائشة أفعال المجموعة الأولى تنتهي ب YER يعني YER إيش راح نعمل له بالمضارع؟ بالمضارع؟ هي أي إيش قلنا الملاحظة إيش راح نعمل؟ يلا استاذ ما يعني احنا ايش قلنا دقيقة حسن مالو ايش حكينا بالملاحظة يلا حسن يلا من يشرح ايش حكينا اساسا بدايه المحاضره المشاركه عليها درجه انتبهوا استاذ نحذف الاي ار ونضيف اي اي هو هاي نعرفها هاي كافعال مجموعه اولى نضيف او ونضيف او اس ونضيف او او ان اس وبعد او زد ونضيف او ان تي انا عاد احكي ايش حكينا على الايجريك يعني مبين تصريف الفعل ما يحتاج يعني قدامكم السكرين شير نحن ايش قلنا؟ قلنا تقلب الواي الى اي لاحظوا هياني مع تشعوع مقلوبي استاذ بس مع النو والبو ما نقلبها تظل نفس ما هي لاحظوا واي واي وهون اي يعني راح اقول جوبلاي قلبت الواي الى اي تو بلاي قلبت الواي الى اي ايل بلاي قلبت الواي الى اي نو بلايون حذفنا الاو ار وضفنا او ان اس هو بلايه هون حذفنا الاو ار وضفنا او زد والواي بقت ايل بلاي قلبنا الواي الى اي وضفنا او ان تي انتبهتم على الملاحظه اللي قلنا عليها عايده لا استاذ واضحة زين بلاي راح اقول شو بلاي تو بلاي ايل بلاي نو بلايون فو بلاي ايل بلاي زين انا اريد تعيدون الملاحظة ايش قلتوا اسعته الافعال تنتهي ب يغريغ او ار ايش راح نعمل للايغريغ الايغريغ يعني الواي استاذ نقلب الواي الى اي ايه نضيف اي او اي اس بس بالنو والفو ما نقلب الواي تظل نفسها ونضيف الاو ان اس والاي زد برافو صح برافو بس مع النو والفو الايجريك راح تبقى اما مع جميع الضمائر نقلب الايجريك الى اي هاي طبعا الافعال تشمل جميع الافعال اللي تنتهي بايجريك او ار يعني عندنا فعل اساسه هذا نسميه فعل انفويي فعل يرسل انفويي يرسل فهمي راح اقلب الايجريك الى اي مع جميع الضمائر بس مع النو والبو ما اقلبها. زين نرجع هسه تفشعون السكرين شير لحظه طلاب طالبات عاد ترشعون الصوره هسه نطلعها؟ نعم نعم استاذ نعم نخشر زين عندنا هوني لاحظوا ايش حيقول كونجوجي او بريزون وعندنا او فيتور بروش طبعا هوني فيتور اللي هو فيتور الفيتور سامبل
اللي هو المستقبل بسيط، بس انا اريده بالفتور بوش. لاحظوا زين، هسه قبل ما نجي على التمارين عندكم اي ملاحظه او اي سؤال؟ لا استاذ. الباقي الموجودين رندا خالد؟ لا استاذ واضح. لا استاذ واضح. يعني هسه ايش اريد منكم؟ التمرين الاول ايش هنقول بينه؟ كونجوجي او بريزون، صرف بالمضارع. اول شيء بالمضارع، بعدين او فيتور، بعدين بالمستقبل، بس اريده مستقبل القريب اللي هو اسهل قاعدته، وبعدين او باسي كومبوزي بالماضي المركب اللي كان اخذناه واحنا هذا الزمن من كتب بالجامعه. هاي الجمل كل جمله نضعها بثلاث ازمنه، يعني عندنا بلايي لا ميزون، تكنس المنزل او تنظف المنزل. فهوني يعني راح اصرفها اول شيء بالمضارع بس مع جميع الضمائر، يعني راح اقول جو بلاي تو بلاي ال ال بلاي نو بلايون فو بلاي ال بلاي. ارجع اجيب فتور بروش اقول جو في بلاي لا ميزون، اما بالباسي كومبوزي اقول جي بلاي لا ميزون. بس انتبهوا راح اعطيكم فقره بالفتور بالمستقبل القريب والماضي المركب الواي ما تقلب الى اي بس بالمضارع. انتبهتم؟ نعم استاذ انتبهنا. اعتقد اضافه ار اي اي. برافو، هاي بس بالمضارع. يعني هسه اذا اجي بالفتور بخوش راح يبقى مصدر، واذا اجي بالماضي المركب راح اعمله اسم مفعول، احذف الاير وخلي فوق الاو اكسن. نرجع عندنا نيتويي انفيستون، نيتويي انفيستون ينظف الشاكيت. فهوني هم نفس العمليه، وعندنا انفويي ان ليتر يرسل رساله، نفس القاعده. واسويي لتابل تمسح الميز او يمسح الميز. يعني هسه دقيقه خلينا نجي مثلا على اي فعل، بس لحظه. يعني هسه تأي هوني انتبهوا معي. هسه نيجي على فعل envoyer. envoyer in lettre يعني معناته يرسل رسالة واحدة. هون إذا أجي بالمضارع خي أصرف وأقول j'envoie in lettre. أرسل هوني أرسل رسالة. j'envoie in lettre. تبهتم؟ هاي بالمضارع. دغيد اجي اعملها بالفتور بخوش المستقبل القريب، يعني راح اقول جو في انفويي، جو في انفويي ان ليتر، جو في انفويي ان ليتر، سارسل رسالة واحدة. زين دغيد اضعه بالماضي المركب. دغيد هاي الجمله هسه راح اشرها بالاحمر. دغيد اضعه بالماضي المركب، ايش اقول؟ جي انفويي. برافو، جي انفويي. ليش؟ لان هذا الفعل لا من افعال الحركه ولا انعكاسي، فمع افوار لازم ياخذ فعل مساعد افوار. جي انفويي هون لازم اضع عكس صالي ينفع من افعال المجموعه الاولى. جي انفويي ان ليتر، جي انفويي ان ليتر يعني ارسلت رساله واحده. يعني هسه راح اترجمها هوني الفوق، خلينا نرجعها فرنسي. هوني j'envoie une lettre يعني اقول ارسل رساله، رساله واحده. هوني je vais envoyer une lettre سأرسل رسالة، سأرسل رسالة واحدة. أما ثالثا
J'ai envoyé une lettre. أرسلت رسالة واحدة. يعني فرق بالترجمة، بس القصد هوني عندنا بزمن المستقبل القريب، وعندنا بالماضي المركب بالواي تبقى بس بالمضارع. يعني أنا هوني الحكي كان عندنا الموضوع بالمضارع، بس هذا التمرين ايش حيريد مني؟ أضع هاي الجملة مرة بزمن المضارع، مرة بالمستقبل القريب. هي طبعا بالمستقبل بسيط حيريدها، بس أنا أريد منكم بالمستقبل القريب، ومرة بالماضي المركب. بس هوني أنا طعيتكم توضيح أنا أريده مع جميع الضمائر. يعني عرفتم شلون مع جميع الضمائر؟ اللعين. يا ريت لو تعيد استاذ. يعني ايش شلون حسن؟ حسن مثل ما قلت لك الفيرب تو بي صرفه مع جميع الضمائر، راح اقول I am, you are, he is, she is, و it's و we are, you are, they are. او اي نعم. فعل. فعل arrive, I arrive, you arrive وهكذا. يعني هوني مع جميع الضمائر، يعني هوني من دينيجي نصرف بالمضارع فعل envoyer une lettre، راح اقول j'envoie une lettre، وبعدها عندنا to envoie, to envoie in letter. هتنتبه حسن شلون؟ تصريف الفعل يرسل، تصريف الفعل يرسل، يعني راح اصرفه مع جميع الضمائر. يعني اجي اول شيء بالمضارع راح اصرفه مع انا وانت وهو وهي ونحن وانتم وهم وهن بالمضارع. انهيتونه بالمضارع، ارجع اعمله بالمستقبل القريب هم نفس العمليه مع انا وانت الى اخره، وارجع اعمله بالماضي المركب هم نفس العمليه مع انا وانت وهو وهي الى النهايه. خلصنا هاي الجمله ننتقل على جمله اللغ، نفس الحل. انتبهتم؟ يعني استطيعوا التصريف بالماضي وبالمضارع؟ هو اول شيء بالمضارع، نرجع بالمستقبل القريب ونرجع بالماضي المركب. ثلاث حالات. بثلاث حالات، برافو، بثلاث حالات او ثلاث زمينات. زمن المضارع، زمن الماضي القريب، العفو، زمن المضارع او المستقبل القريب، زمن المضارع، مستقبل قريب، وماضي مركب. يعني هسه اجي هوني عندنا بالمضارع. هاي مضارع. هاي الجملة مستقبل قريب. وهاي الجملة ماضي مركب. ماضي مركب. انتبهتم؟ يعني بثلاث أزمنة. أستاذ عنشوف صفحة التمارين فقط. لا لا دقيقة دقيقة شلون دقيقة لحظة 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 علي هسه دقيقة رجعت من الوورد هسه طلعت زين قلت حسن دخلوا انتبهوا معي هسه عندي فعل envoyer une lettre انا دقيقة اصرفها بزمن المضارع اقول j'envoie une lettre راح اقلب بالواي الى اي واضيف الاضافات اللي نعرفها مع المضارع مع افعال المجموعة الاولى ارجع دقيقة اصرفها بالمستقبل القريب طبعا المستقبل القريب القاعده ماله ايش تقول تصريف فعل الي كفعل مساعد للزمن زائدا المصدر هي يعني هو اي هذا وزائدا التكمله راح يصير عندنا المصدر ايش حنقول يعني ينزل نفس ما هو راح يصير عندنا جوفي انفويي ان ليت نرجع دقيقة نعمل حاله اللغ ماضي مركب اجي على انفويي طبعا معناته يرسل لا يدل على حركه يعني انا قاعد اسوي درس الرساله ما عيد حرك جسمي وما فعل انعكاسي لان افعال انعكاسيه قبل اكو سو الاس اي فاذا هذا ياخذ فعل مساعد افوار يعني ايش عندنا الاوكسيلري فيرب بال خلينا نقول بالانجليزي نسمينه الفعل المساعد للزمن نفس العمليه بالفرنسي همين اكو افعال مساعده فهوني راح ناخذ الفعل المساعد افوار ما عاد جو افوار شيء envoyer ايش راح اعمله؟ هذا راح اعمله اسم مفعول، راح احذف الاير اخلي فوق الاو اقصى، يصير جي envoyer in lair. طلاب طالبات اعيد الى مفهومي، هاي اهم فقره. طلاب طالبات مفهوم اللاعين.
يعني استاذ هذا واجب منزلي راح نحله بالاكسرسايز؟ ايه هذا واجب منزلي، هي يعني هو هذا هسه المطلوب منكم هوني، بس انا شرحت لكم هو على الورد حتى تفهموني. هو هذا يعني هسه عندنا كم جمله؟ لاحظوا انتبهوا معي، جمله جملتين ثلاثه اربعه، اربع جمل، كل جمله نحلها بثلاث حالات، مره نحلها بالمضارع، مره نحلها بزمن المستقبل القريب، ومره بالماضي المركب. انتبهتم؟ هاي جملة الأخ نفس الشيء ثلاث حالات، هاي ثلاث حالات وهاي ثلاث حالات. يعني هوني إذا دحلها بالمضارع راح أقول بلاي لا ميزون، راح أقول جو بلاي لا ميزون، مثل ما محلولي عندنا هوني. يعني لاحظوا شو هي يعني جو بلاي لا ميزون، تو بلاي لا ميزون، إل بلاي لا ميزون، نو بلايون لا ميزون، فو بلاي لا ميزون، إل بلاي لا ميزون. نرجع من دحلها من المستقبل القريب، لازم إيش أقول؟ Je vais balayer la maison. Tu vas balayer la maison. مستقبل قريب كان أخذناه وزمن وسهل جدا. Il on va balayer la maison. Nous allons balayer la maison. Vous allez balayer la maison. Ils vont balayer la maison. نرجع نحل بالماضي مركب. Passé composé. أقول j'ai balayé la maison. Tu as balayé la maison. Il a balayé la maison, nous balayons la maison, vous balayez la maison, il balaye la maison. وهكذا بقية الجمل. فأنا إيش عملتوا؟ حليتوها بثلاث حال، ثلاث أزمنة، أو أنت مثل ما تفهموها ثلاث حالات: مضارع، مستقبل قريب، وماضي مركب. أعيد إلى مفهومي طلاب طالبات. إن شاء الله مفهوم. انتبهتم؟ اريد الباقي الباقي الباقي. يلا يلا استاذ، عندك محمد مروان مشارك هالمره. إيه ليش لا، اهلا وسهلا. شوي لوبيان فينو، اهلا وسهلا فينو لمحمد. محمد عندك سؤال استفسار شيء؟ الو محمد مروان، الو. هلا وضحت الامور عندي، وضحت استاذ كل الهلا. يعني لازم انت محمد، لازم انت اول واحد تدز لي الواجب. دقيقه. طبعا محمد. طبعا لا وضحت الامور، بارك الله بيك. يعني شرح جدا جدا راقي. بون شانس، بالتوفيق. يعني زين، عندك سؤال استفسار شيء محمد؟ تسلم تسلم استاذ تسلم. زين الباقي منو عندنا؟ رغدة راكان، عائشة خالد، عائشة فارس. نعم استاذ. برافو عائشة فارس. اشعرك عائشة، عندك سؤال استفسار شيء؟ لا استاذ، لا شكرا والله ما عندي شيء. يعني انتبهت؟ اول شيء نحن راح ندرس طبعا، اعيد الملاحظات، التلخيص، المحاضرة، يعني ندرس المحاضرة اللي هي قلنا عليها نقلب أفعال المجموعة الأولى اللي تنتهي بـ Y و R، نقلبها إلى E مع جميع الضمائر. بس قلنا مع النو والفو ما نقلبها. لاحظوا الـ Y بقت نفسها اللي هي الـ Y، أما مع باقي الضمائر قلبنا الـ Y إلى I، بس مع النو والفو ما قلبناها. هاي خلصناها طبعا. هذا أي فعل؟ نرجع عندنا إيهواني هذا التمرين. التمرين الأول هي يعني اللي أشعر يقول conjugué au présent، صرف يعني تعرفون ايش معنى؟ ها انتبهوا معي، اعطيكم معلومه. هذا conjugué من يجي تعرفون ايش معناته؟ يعني نصرف مع جميع الضمائر، يعني ما مثل متي يضع، يعني نضع حسب الضمير اللي يعطينا الاستاذ. لا، من نقول conjugué يعني لازم اصرف الفيرب، مثلا اقول go مع جميع الضمائر، لازم اقول I go, you go, he goes, she goes, what goes, what we go, you go, they go. هتلاحظون؟ ويمكن عندنا بالانجليزي نفسه حسب موجود نقول conjugate. صح conjugate. ايه هو من نقول conjugate يعني بالمعنى مع جميع الضمائر. هي نفس حسب الفرنسي نفس الشيء. فالحالة الأولى نضع بالمضارع، بعدها نضع بالمستقبل القريب، طبعا هو يريد مستقبل بسيط، أنا أريد ممكن مستقبل قريب. ونضعها بالماضي المركب. وها سهل عليكم،
هاي الفج الأربع جمل، جملة أولى، جملة ثانية، جملة ثالثة، جملة رابعة، أربعتها تأخذ بالماضي المركب الفعل المساعد avoir. بعد عندكم سؤال استفسار؟ ايمتى يا اخي موعد تسليم الواجب استاذ؟ اليوم او غدا؟ واضح. زين دقيقه. متي دون لي فاس سويفونت لي فيرب اسويي اونفويي بايي اشوتي نتويي. زين انتبهوا معي دقيقة. لا تنسون على موعد الامتحان. قول لنا أسعة امتحان من 20. نحن امتحاننا من 20. طلاب طالي بعد تسمعون؟ نعم. نحن امتحاننا من 20، ضل لنا 20 تلخ. امتحان الاخ من 20. فالاسبوع القادم الجاي راح يكون عندنا امتحان من 20 حتى تكون الدرجة معكم من 40. هاي شغلة مهمة، هتسمعون طلاب طالبات؟ الأسبوع القادم، اليوم إيش اليوم؟ اليوم أربعاء. نحن راح نمتحن طبعاً بمحاضرة المسائي اللي هي تبدي من 6:30 إلى 8:30. هتسمعوني؟ معك استاذ. يعني ساعتين تكفي وزيد، نحن راح نمتحن بها الامتحان من 20. بس ايمتي؟ الاسبوع القادم الجاي. استاذ بس والماده اشني؟ الماده انا راح اقدم هي بعدين. اقلكم ايش داخل. زين انا راح ابلغكم ان شاء الله. زين انا راح ابلغكم بالماده، اخليكم ايش داخل وتدرسون. فانتم جهزوا نفسكم، ادرسوا الشيء اللي اخذناه وخصوصا السابق حتى انتم مباشره جاهزين للامتحان. فانتبهوا، يعني اعيد واكرر، الامتحان راح يكون يوم الاربعاء بمحاضره المسائل اللي تبدي من 6:30 الى 8:30. عندكم سؤال استفسار؟ واضح ان شاء الله. زين اسال شيء اريده منكم. الشيء اللي اريده، التمرين الاول ينحل بينه اربع جمل، ينحل بثلاث حالات مثل ما قلنا، بالمضارع مستقبل قريب وماضي مركب. وبعدين نحن راح ناخذ بقيه التمارين هون تحلوها. زين الموجودين اكو سؤال استفسار؟ عندكم سؤال؟ لا استاذ ماكو سؤال. زين راح اعطيكم شيء بس انتم اريد تحلون ودخش على معلوماتكم. طبعا اللي يحلوا او تحلوا تاخذ درجه بس يكون صح 5 من 20 الامتحان القادم. يعني الامتحان القادم ما من 20، يعني باعتبار هي امتحانه او هو امتحان من 15 والخمسه صافي. التمرين الثاني، دقيقه، شفتم التمرين الثاني؟ حاليا الوورد تبين استاذ. هسه لا دقيقه لحظه استاذ، اي هو التمرين الثاني؟ لحظه هسه ترجعون التمرين الثاني؟ نعم نعم. انا ما راح اشرحه لان من اشرحه حليتونه. أنا أريد هذا جهدكم، أنت مسمينه الخاص، بس اللي يحلوا أو تحلوا صح وتبعثوا لي الحل ويصب على التليجرام وتقولوا لي أستاذ، بس تكتبون قولي لي أستاذ هذا الحل مال التمرين الثاني اللي قلت عليه هو درجة مشاركة، هاك تكتبون. فايش حيقول بالتمرين الثاني؟ انتبهوا، هذا التمرين الثاني. Mettez dans les phrases suivantes les verbes
يعني ضعف الجمل التالية الأفعال اسوية انفوية بي اشوتي نتوية وبلاية هذول الأفعال نضعهم بهاي الجمل وحسب دقيقة حسب الزمن يعني انتبهوا حسب الزمن أسعى لي هوني وضحت لكم بعد ما تقحتي بقى انتم اشون راح تضعوهم معروف وصلت؟ وصلت استاذ بس كون التليجرام يعني مفتوح حساب ما التليجرام؟ اي التليجرام انا عندي مفتوح اما التليجرام او تدزون على الواتساب على رقمي نفسه تعرفون ان شاء الله ها بس انتبهوا اوصيكم هاي الافعال اول شيء تنزل حسب معنى الجمله وحسب زمن الجمله فالجمله بايما زمان هاي بقى انتم الحالي انا علي وضحت لكم فهم السؤال نصف الجواب انا وضحت لكم وانتم باقي عليكم الجواب مفهوم الكل عائشه العائشتين الاثنين والباقي نعم استاذ واضح مفهوم استاذ واضح قوة بس التمرين الأول هيش راح تحلونه ثلاث حالات بينه أربع جمل التمرين الثاني هذا جهد شخصي من عندكم أنتم أريد تحلونه باعتبار مرحلة ثالثة ومثل ما قلت لكم علينا وهذا خمس درجات صافية يعني ما الامتحان الجاي اللي بس يجاوب صحيح يعني يكون ولا جملة ما تطلع غلط لكم خمس درجات علينا وتظل الخمستاش عندكم بعد سؤال استفسار؟ أستاذ يعني راح تعطينا هذا الواجب وتاخذ علينا يعني ناخذ علينا درجات مع المشاركة؟ مع المشاركة بس إيما هو إيما تمرين دقيقة اللي عينتم أنت بالمحاضرة إن شاء الله من أخشى يعني راح أعرفهم أستاذ بقية الواجبات اللي وصيت عليها قبل محسوبين ضمن المشاركة لو ما محسوبين؟ هي محسوبة هذه بس أنا عاد أريد الخمس درجات اللي قلتوا عليها عائشة ركزي هوني أنا عاد أريد التمرين فهمتوها هاي أستاذ هاي عرفتوها بس اللي قصدي الواجبات اللي قبل هاي المرة أي عليها درجة مشاركة عليها بس أنا عاد أركز هوني أنتم ركزوا علي الخمسة خوش لأنه قسم يعني بعثناهم للواجبات وقسم ما بعث يعني ما كل الواجبات أديناها فأنا على متاعد أسأل أفهمكم أنتم المشاركة الحضور هذا علينا درجات ما عدا الامتحان بس هوني أسعت أنت عندكم من العشرين اللي راح يجي الامتحان القادم يوم الأربعاء إن شاء الله هذه يعني خلينا نقول أنت حليتي صح إن شاء الله التمرين الثاني كله أنت من هوني باعتبار أخذتي خمسة يعني ظلكي بس الامتحان من 15 تمام أستاذ زين واضحة تمام عندكم ها هذا انا الامتحان راح اعمله من 20 انتبهوا الامتحان هو من 20 انا بس اللي راح يعطيني تحل التمرين صح راح اضيف الخمسه انا اعمله من 15 اعمله من 15 فقط اللي كان جاوب صح هو راح يكون كله من 20 ارجع اضيف يعني مثلا خلينا نقول انت من 15 عائشه اخذتي 13 لنفرض وخمسه مال التمرين حليتي انه صح راح يصير 18 هالشكل واضحة استاذ واضحة هو الامتحان من 20 بس انا ارجع احسبه من 15 فقط اللي يحل التمرين صح او تحل التمرين صح عندكم استفسار شيء بعد سؤال الو محمد مروان عاد تسمع الحسن محمد مروان وينه هسه راح اخلي محمد مروان من يخلص يعمل لكم طلعه سياحيه شويه تغيير جو على فرنسا اذا مش يدبره زين هسه طلاب سي فولي كيلكو شوز انتبهوا اذا عرفتم شيء ما جي سوي بري افو ريبوند انا راح اجاوبكم على اي سؤال فهوني ترجعون تحلون التمارين تسوون الواجبات على التليجرام وانا حاضر لاي شيء شكرا جزيلا استاذ استاذ ودرجاتنا مال هذاك الامتحان مال هذاك الامتحان
انت بتاخذوها من لازم من رئيس القسم. ما نحن قالوا بلغونا انه تعطونا نحن الدرجات يعني حتى لا يصير اشكالات بها وحكي وقال وقلت ونحن نعطيه بها. بس انتم على العموم جاوبتم كلتكم. بعد اشهدكم سؤال استفسار. طلاب طالبات عندكم سؤال استفسار شيء؟ استاذ راح ناخذ محاضره مع المسائل وما ناخذ؟ بلي راح ناخذ. شو ما ناخذ؟ نعيد الموضوع نفسه لو تعطينا موضوع جديد؟ لا نفسه. تمام. والواجب غدته اليوم او غدا؟ اما اليوم او غدا او بعد غدا عادي. بس حل او حل التمرين، حل التمرين يعني خلال هذا الاسبوع، يعني خلينا نقول حل التمرين الثاني اللي قلنا عليه انه درجه حده للجمعه، يعني حتى لو للجمعه الليل دزيته مو عادي، يعني اليوم وغدا وبعد غدا، يعني هسه اعطي يكون اللي يركز هذا التمرين الثاني اليوم تحلوه. الو من شغلتيتو اليوم؟ نسمعك نسمعك استاذ. اسمعكم استاذ انا. اي سؤال اي استفسار ما عندكم شيء؟ لا لا بالنسبه لي لا. الباقي مفهوم؟ لا استاذ مفهوم. مفهوم؟ اونتوندو. برافو برافو. ها وراح ارجع انزل التسجيل ويصب على اليوتيوب وهم يبعثوا على الموديل ترجع تسمعوا المحاضره. الو اوفوار استا جو بسويت ان بون جورني ان بون سواري هاف ا نايس داي جود باي جود باي.